السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مع درس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء. اسمحوا لنا في البداية نرحب بحضراتكم، وياريت لو مش مشترك في القناة تشترك الآن وتفعل زر الجرس عشان يوصلك إشعار بكل الفيديوهات الجديدة، وياريت تشير الفيديو عشان المعلومة توصل لكل الناس، ولو عجبك الفيديو متنساش تسيب لنا لايك وتعليق أسفل الفيديو. ويلا بينا نشوف درسنا النهاردة. ما زلنا مكملين مع سلسلة كلمتين وبس. سلسلة كلمتين وبس، سلسلة بنتعلم فيها حل الأسئلة بكلمة واحدة أو بكلمتين. السلسلة دي بتهم في المقام الأول الناس اللي ما عندهاش لغة. لو ما عندكش لغة ما تخافش، لو ما عندكش وقت كافي تذاكر برضه ما تخافش، لو عاوز المعلومة من الآخر تبقى السلسلة دي بتهمك أنت بالتحديد. معانا النهاردة جزئية جديدة، إشارة جديدة من الباب الثالث. شوف مع بعضنا كده إشارتنا النهاردة وإزاي نقدر نحل الأسئلة اللي هتيجي عليها. كونفلوينسا أديسترا، تحويلة أو مدخل للطريق من ناحية اليمين، ده إشارتنا النهاردة. تحويلة أو مدخل أو كورسية تشيراليسوني من ناحية اليمين، هنحلها بالكلمات الآتية. كلمة ديسترا على أساس إن الدخول هنا من ناحية اليمين، ديسترا بس من غير كلمة داري أو إزفولتا. يعني أي سؤال فيه كلمة ديسترا فيرو، إلا لو جه معاه كلمة داري يبقى فالسو، يعني يقول لي داري برشينسا ديسترا يبقى فالسو، أو يقول لي إزفولتا الأوبليج إزفولتاري أديسترا مثلا تبقى فالسو. يبقى ديسترا من غير داري ولا إزفولتا. بعد كده عندي كلمة تروفارسي، بوتروفارسي ممكن تتواجد، يبقى كلمة تروفارسي، وكلمة برودنسا هي توخي الحذر، ناخد حذرنا في التحويلة أو في الدخول، وكلمة رامب اللي هي العمود اللي بتتواجد عليه في المداخل أو على الطرق الجانبية. دول الكلمات اللي نقدر نحل بهم الأسئلة. مع بعض ندخل ونشوف الأسئلة ونطبق الكلام ده عملي في حل الأسئلة. شوف مع بعضنا السؤال الأول بيقول إيه. طبعًا أشوف الأول إذا كانت الدخول هنا أو التحويلة هنا على اليمين ولا على اليسار. طبعًا هنا على اليمين، يبقى محتاج أعرف كلمة ديسترا. كلمة ديسترا يمين، أي سؤال فيه كلمة ديسترا قول له فيرو. ديسترا فيرو. اتنين ديسترا لاتو ديسترا فيرو جانب الأيمن. تروفارسي ممكن هي تتواجد أقول له فيرو. أربعة برودنسا توخي الحذر فيرو. خمسة ديسترا اليمين فيرو. ستة هنا الرامب اللي هي العمود اللي متواجد عليه الإشارة فيرو. سبعة ندور بقى مع بعضنا على كلمة ديسترا، مش موجودة تروفارسي برودنسا رامبي مش موجودة يبقى فالسو. 8 فينا عندي كلمة ديسترا هي بس معاها كلمة داري، قلنا ديسترا مع داري أو زفولتا تبقى فالسو. 9 دور معايا على كلمة ديسترا أو توفارسي أو برودنسا أو رامبي مش موجودة يبقى فالسو. 10 في كلمة ديسترا هي بس معاها زفولتا، طبعا هنا ديسترا مع زفولتا تبقى فالسو، وديسترا مع كلمة داري تبقى فالسو. ديسترا مع زفولتا فالسو، وديسترا مع داري فالسو. ديسترا الوحيدة تبقى فيرو، يبقى هنا رقم 10 هقول له فالسو. كده احنا حلنا كام سؤال؟ حلينا 10 أسئلة اللي هم ايه؟ اللي هم كل الأسئلة اللي ممكن يجي لي على سينيالي كونفلوينسا أديسترا، دخول في الطريق من ناحية اليمين، حلناها بالكلمات الآتية: ديسترا من غير داري أو زفولتا، تروفارسي، برودنسا، رامبي. شكرا لكم على حسن الاستماع وعلى حسن المتابعة، وحتى نلقاكم في درس جديد لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.